ألف ليلة، ليلة واحدة تسوى عندي، تسوى عندك ألف ليلة. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. أعزائي المشاهدين، برحب بيكم في ليلة عمر جديدة بيتشرف فيها المعد الصحفي حازم الحديدي والمخرج نبيل عبد النعيم وحياة عبدون بدعوتكم لحضور حفل زفاف نورة ابنة النجم الضاحك الفنان حسن مصطفى. نرحب بالفنان الكبير استاذ حسن مصطفى. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك الفنان حسن مصطفى. اول ما بتسمع كلمه ليله العمر ايه اللي بيخطر ببالك؟ هو ليله العمر دي يعني ليله بتبقى في حياه كل انسان، يعني عنده اللي شيء طبعا اللي بيبهجه فيها، الحاجات التانية ما بتبقاش ايه، ما بيحسبهاش، بيحطها في الكراسه الخلفيه، لكن في المقدمه تبقى ليله العمر كل ما يرتبط بكل شيء جميل او كل شيء كان مبعث خير في حياته. فانا بيرد على ذهني اما بتسال السؤال ده، يعني بقول ليله العمر دي تبقى الليله مش اللي اتجوز بقى فيها الواحد، لا، اللي يلاقي ثمره زواجه ايه، ابن او ابنه، تبقى هي موضع الفرح والسرور، موضع الزواج، موضع الامتداد الاسري للانسان. فهي دي ليله العمر انا بذكرها في زواج واحده من بناتي. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. لو اتكلمنا عن ليلة عمر نورة، عايز اعرف اتعرفت على عريسها ازاي؟ انا ولادي الحمد لله رب العالمين، يعني عايز اقول ان ربنا سبحانه وتعالى عاوني وساعدني او رسم لي طريق حياتهم من صغرهم لغاية ما علمتهم وخرجتهم من كليات. نورة اتخرجت من كلية اقتصاد وعلوم سياسية، ونجلاء اتخرجت من كلية التجارة. نورة كانت في كلية اقتصاد وعلوم سياسية، ورغم ان جوزها ما هوش زميلها في الكلية، كان في كلية تانية، انما كان قريب، كان بيجي لاصحابه وقريبه في الكلية فشافها. فطبعا حصل كده بتاعهم، ما في، انا كنت يعني كل حاجة الصراحة في البيت بوضوح وبالتمام، يتقال للام يتقال للاب، يعني المهم. فحصل ان في كلام بتاع اهلا وسهلا،
شافها، كلم قريبته اللي موجوده في الكليه، قريبته في الكليه كلمتها، كلمت امها كلمتني، ابتدى يعني المدخل من هذا الطريق يعني. ودخلنا ابوهم قابل الاب قابلناه والام، واتقابلنا معاهم ورحنا لهم والتقينا واتفقنا والحمد لله. الواد ده حلو سابق سنه، الواد ده حلو ما اقدرش انا ابعد عنه، الواد ده حلو الواد ده حلو سابق سنه، الواد ده حلو ما اقدرش انا ابعد عنه، الواد ده حلو الواد ده حلو حلو سابق سنه، الواد ده حلو سابق سنه، الواد ده حلو ما اقدرش انا ابعد عنه، ده الواد ده اهو، الواد ده حلو سابق سنه، الواد ده حلو ما اقدرش انا ابعد عنه، ده الواد ده اهو. هل اشترطت على العريس مهر معين، شبكة معينة؟ والله 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 لو تصدقين القول أنا ما اشترطت أي شيء، إلا أن قلت له أنا بسلمك أمانة، الأمانة دي عليك أن تراعيها وترعى الله فيها، هذا هو الشرط الأساسي. لكن يجيب إيه ما يجيبش إيه يعمل إيه، خلاص بقى كل واحد بيعمل على قد ما قدرته وكل واحد بيعمل قد ما قامه. يعني في مقدرة أنك تعمل اعمل. انا بحب دايما
الوسط في كل شيء، وخير الأمور الوسط في كل مسائل، في الحياة، في الأكل، في المعيشة، في المشي، في أي شيء، كل كده. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما معسورة. وهذا الحديث أو هذه الآية الكريمة دي ما نصبتش على شيء يعني معلق، دي تصبت على كله، مقياس خاص لكل الأمور. فكل واحد عاش والحمد لله، أنا ما طلبتش منه شيء، وهم موجودين وأنا موجودهم على قيد حياة وبيسمعوا اللي أنا بقوله، ولا كان لي اشتراطات ولا أي نوع من الاشتراطات. إحنا كده اتفقنا الحمد لله رب العالمين، ربنا وفق، ونتاجه إنها اتجوزت وعايشة الحمد لله كويس وخلفت عن ده بقى. أنا جد طبعا.
ليلة عمر بيحلم بيها الفنان حسن مصطفى وما عاشهاش حتى الآن؟ نفسي أشوف وأحلم بأن احنا يعني تصدق أن أنا يمكن ده بعيد بقى عن حتة الزوجية ومسائل معايا بتاع، بحلم اليوم القريب اللي مش بعيد اللي أشوف السينما المصرية عادت إلى ما كانت عليه وبقت تضاهي أو تضارع السينما الأجنبية. بحلم حلم، وحلم مش بعيد، أنا مش شايفه بعيد لأن احنا عندنا كفاءات وعندنا ناس وعندنا وعندنا وعندنا، لكن بحلم وبآمل إن أنا أعيش هذا اليوم. أهو حلمي يفوت ولا حد يموت، أهو حلمي يفوت ولا حد يموت، إيه يعني بقيت بزور وصحيت ملقتش مكانهم حتى بيوت. أعزائي المشاهدين، كل ليلة عمر جديدة وأنتم بخير، وإلى اللقاء وليلة عمر جديدة. وعندك ألف ليلة هتفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة.